تواصل معارض أهلا رمضان في دمياط استقبال المواطنين، وتتراوح تخفيضات المعرض من 20 إلى 30% على جميع السلع الأساسية. توجيهات القيادة السياسية وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإتاحة كافة السلع الأساسية مثل السكر والزيت والجبن والخضار والفاكهة وحتى اللحوم السوداني والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة جدا، يعني المساهمة في كسر حدة ارتفاع الأسعار بالسوق السوداء أو بالقطاع الخاص. الأسعار في متناول الجميع وفي وفر 20% في كل الأسعار، في الزيت في السكر في الرز، في وفر حوالي 20% في كل حاجة، والناس هنا تيجي تجرب وتتبسط. لا الرز هنا أرخص من بره، والسكر ارخص والدقيق ارخص من بره، وكل حاجه متيسره هنا، وهنا رقابه. في اسواق البترول العالميه صعدت اسعار النفط مواصله مكاسبها للجلسه الثانيه بدعم من نمو الاقتصاد الامريكي بوتيره افضل من المتوقع وتصاعد امال انتعاش الطلب بعد اعاده فتح الاقتصاد الصيني. وارتفعت العقود الاجله لخام برنت بنسبه تقدر ب 1.5% الى 88.77 دولارا للبرميل، بينما صعدت العقود الاجله لخام غرب تكساس الوسيط بنسبه تقدر ب 1.6% لتصل إلى 82.28 دولارا للبرميل. وكذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 21% لتصل إلى 3.3 دولارات للتر. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.8% لتسجل 2.89 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت بورصة أبوظبي منخفضة بأكثر من 2% لتبلغ أدنى مستوى لها في 3 أشهر، وذلك بعد أن أعلن بنك أبوظبي الأول عن أرباح أضعف من المتوقع. وهبط مؤشر أبوظبي بنسبة تقدر ب 2.7% مسجلا أكبر خسارة خلال اليوم منذ منتصف مايو الماضي، وذلك تحت ضغط هبوط 4.8% لسهم بنك أبوظبي الأول. فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية منخفضة اليوم عندما دفعت توقعات قاتمة من شركة أنتل أسهم شركة صناعة الرقائق للهبوط. واستهل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 التداولات منخفضا بنسبة تقدر ب 6.71 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع بنحو 42 نقطة، وخلف المؤشر داو جونز الصناعي الاتجاه بارتفاعه بنسبة تقدر ب 3.52 نقطة. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى رغائي وسحر. شكرا مرنا.